إذن على بركة الله، السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. في هذه الدورة اللي بغيتو تسميوها دورة ولا سميوها كورس ولا سميوها اللي بغيتو، غادي نشوفوا أربعة ديال النقاط مهمين بزاف لأي شخص، أي شخص بغي يتداول، سواء بغي يتداول الكريبتو أو لا بغي يتداول يعني ستاك ماركت أو لا بغي يتداول الفوركس أو لا بغي يتداول أي حاجة، خصو يعرف هاد أربعة ديال الأمور أو يتطرق لهاد أربعة ديال الأمور اللي هي لوكوتي بسيكولوجيك، و كيفاش يصوب تريدين بلان ديالو، وكيفاش يقاد استراتيجية ديال تريدين استراتيجي، وكيفاش يدير لاناليز. أربعة ديال الأمور وغادي نطرقو كثير. غنعطيكم واحد ليكزومبل ديال تريدين ديال سولانا اللي البارح وهاد السيمانه، هاد جوج سيمانات الاخرين، كيفاش غادي نتبع نمشي معاكم دقه دقه، كيفاش اناليزيت وكيفاش تسنيت وكيفاش دخلت وعلاش دخلت وعلاش جاتني فرصه وما دخلتش الى اخره الى اخره. يعني غادي تشوفوا داكشي بالبراكتيس اليوم، غادي نديروا التيوري والبراتيك. واخا لوكوتي بسيكولوجيك، لوكوتي بسيكولوجيك عادي جدا ان انسان كيخاف ملي كيدخل كيقول ناري دخلت بالزربه، ناري غلطت وبعت في الزربه، كيوقعوا واحد التفاعلات نقدروا نسميوهم اولا اللي كيتسموا الكوجنيتيف بايسز. كوجنيتيف بايسز يعني واحد الانفعال نفسي، انفعال نفسي لواحد الحاجه. مثلا نعطيكم مثال، كاينين شي انفعالات اللي هما طبيعيه وخلقهم فينا الله سبحانه وتعالى باش حنا نرياكتيو لشي حاجه وكتنفعنا بسرعه، يعني الرياكشن كتكون بسرعه. مثلا بحال مثلا نعطيكم مثال، واحد غادي مثلا في شي زنقه وكاين الظلام وكاينه بوله وحده شاعله، شويه كيبان لك بحال شي خيال وراه كيتحرك، انت مع ديك الخيال شفتي الخيال كيتحرك نقصتي رياكشن لشي حاجه غير خيال، يعني ماشي شي حاجه شي كلب ولا شي حيوان غيعضك من اللور ولا شي واحد بغي يضربك من اللور، انت شفتي غير الخيال ونقصتي، ملي درتي لقيتي غير واحد الرايه كتحرك، وهذاك غير الخيال ديال الرايه كيتحرك وانت نقصتي من الخلع. واش هاد الرياكسيون ديالك، واش انت الضمير ديالك غادي ينبك على هاد الرياكسيون اللي درتي؟ واش غتحس بالحرج انك درتي ديك الرياكسيون؟ بالعكس ما تحسش بالحرج، هذيك الرياكسيون كانت ردة فعل على شي حاجه اللي انت ظنيتي انها راه خطر، وهي صدقات راه ماشي خطر، ولكن واش غتقدر تحيد منك هذيك ردة الفعل؟ اه تقدر تحيد منك هذيك ردة الفعل الا كنتي مسبقا عارف بان راه هذاك راه غير رايه. وكذلك في اي حاجه، في اي مشروع، في اي تريد، في اي حاجه. اوكي في التريد كاينين بزاف بحال هاد المساله هذه اللي شرحت لكم دابا، بحال هاد لي رياكسيون اللي كاينين اللي شرحت لكم دابا، كاينين بزاف ديال الحالات اللي نفسيه او اللي كتخليك دير واحد الرياكس. مثلا كاينه وحده سميتها انكورين بايس. اشنا هي هاد انكورين بايس؟ انكورين بايس هي الناس كيعتمدوا على واحد المعلومات اللي كتنتشر باش يكونوا واحد الصوره، ومباشره فاش كيشوفوا هذيك الصوره كيبنيو واحد الرياكشن، ولا كيبنيو واحد الافكار اللي كتخليهم يديروا واحد الرياكشن، كتسمى انكورين بايس. يقول لك people are over reliant on first piece of information they hear in a salary negotiation. Whoever makes the first offer establish a range of reasonable possibilities in each person's mind. غادي نعطيكم في الحياه العامه مثال ديالها في الحياه العامه، وكيفاش اكزامبل ديالها في التريدين، كيفاش كتريفليكت في التريدين. يعني كنحاول خصنا نعرفوا اشنو كنديروا، علاش كنديروا، باش نعرفوا كيفاش نحدوا من هذوك الحاله. دابا مثلا انا عارف ها الخطا اللي درت وها علاش درته، اذا كتجيني ساهله باش نحيدو. ديك مثلا انا عارف علاش كنكمي، ديك اللحظه اللي غنهز فيها كارو غنبغي نكمي، هذيك هي اللحظه الحاسمه اللي غادي نقول زقا
ما نحبس ما نحكميش، عاود نشد قارو غنمشي نشد مثلا شي شوكولاط ولا شي قهوه ولا شي حاجه اخرى. اولا مثلا الا كنت كنشد القهوه وكنفكر في قارو، اللحظه اللي غنشد فيها القهوه غنقول حبس ما غنشربش قهوه، نمشي نشرب عصير مثلا، غنقلب. فهاد السيتياسيون هي اللي بغيت نوصل لكم ليها، هي سيتياسيون ديال ريكوجنيشن. ريكوجنيشن يعني كتولي كتعرف المصدر ديال المشكل ديالك فين كاين، وفي ديك اللحظه اللي انت غتواجه داك المشكل كتوقفوا كتحبسوا تما كتحبسوا. فهادي كاينه هاد الانكورين بايس شرحت لكم، اللي هي ديال كتكون كيكون بنادم كيعتمد على واحد المعلومات اوليه باش كيعطي واحد راي مسبق اللي كتادي به لواحد الرياكشن معين. مثلا كتسمع ان ايلون ماسك راه شرى الدوج اولا راه غيشري الدوج، فانت ذهنيا مهيئ ان الدوج راه غير غيدير شمعة خضراء راه صافي راه غيطير. كتدخل في الدوج، لا كتدخل كتلقى الدوج طار، كتدخل وانت دخلتي غير في الليكويديتي جراب وكيهبط داك الزمر كيغرق. هذا هو اللي يعني هو راه ديجا داير اوردر قبل ما يحط هذاك، داير بري اوردر غيت اكزيكيتا مع التويت فين غيحط هو التويت، غير كيحط التويت اوردر راه طار مشى يجيب الليكويديتي باش يغرق. هذاك الليكويديتي جاب تقدر تكون من التحت ولا من الفوق، الا كان طار السعر الفوق كيطلع باش يجيب الليكويديتي من الفوق باش يهبط يغرق، يعني غادي يصيدك، كتسمى بول تراب. هي الليكويديتي جراب هي البول تراب. بول تراب هي فاش كتكون شمعة خضراء ولكن ملي كتسد حمراء وعندها فتيله الفوق، هذه هي الليكويديتي جراب، وانت راه شاري في الفتيله. والبرايس الثانيه هي افيليبيليتي هوريستيك. افيليبيليتي هوريستيك اوكي، شنو هي افيليبيليتي هوريستيك؟ الناس بعض الخطرات كيستهنوا بال بسميتو بالاهميه ديال المعلومه اللي عنده. مثلا انت بحثتي وقريتي ووليتي كتاناليزي مزيان وكل شيء وهادي، ولكن هذاك الشيء اللي تعلمتي ما مامنش به 100%. حدا ما انت ملي كتدخل وكدير الاناليز وكتحط تريند لاين وكدير هادشي كامل اللي غنقريكم دابا، مثلا واخا انا ما مثلا تعلمته وليتو كتميتريزي ولا نتوما عارفينه من قبل ولا كذا، ولكن واخا كوك ما مامنينش به 100%. فهمتي؟ مع بحالاش مثلا شي واحد يقدر يقول لك انا ما كنامنش بان الكارو راه كيقتل، انا عندي 100 عام و كميت اكثر من 10 مليون سيجاره وانا باقي على قيد الحياه. فهمتيني؟ هذه مثلا معلومه. اولا مثلا يقول لك شي واحد البيتكوين راه غادي يهبط ل 12 كا، والله يقول لك ما يمكنش، كاش البيتكوين يهبط ل 12 كا، بيتكوين راه كان داير غير $50 كان داير $20 وطلع دابا ل 70 كا، وتقول لي يرجع للزيرو؟ ما يمكنش يرجع حتى للزيرو، ضربت المسافه كامله ورجع للزيرو، ولا يرجع ل 12 كا ولا يرجع ل 10 كا. انا ما كنظنش، انا كنظن غادي يمشي لمليون دولار. فهمتي كيف؟ هذا انسان اللي كيكون يعني تقدر تكون حاله خاصه تقدر تكون حاله عامه، يعني ما 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 بالنسبه لعلم النفس ما يقدرش يحدد واش هذه حاله خاصه ولا حاله عامه، يعني كاينه في كاع الناس القضيه، كاينه في كاع الناس. فهمتيني؟ كاين مثلا واحد كيقول لك واه ما يمكنش هذاك خويا من امي وبار ما يمكنش يشفرني مثلا، ولكن كاينين الحالات ديال الناس شفروا خوتهم مثلا كيشفروا خوتهم وكي. فاذا من تعلم شي حاجه ديما خلي المجال باش تزيد تعلم اكثر، ما عمرك تقول صافي انا هو اللي حاكمه، انا هو الواعر، انا هو اللي وصلت صافي الى اخره الى اخره. كتسمى افيليبيليتي هوريستيك، كتخليش المجال لشي رياكشن اللي غادي تخرج عليك. اوكي، من بعد اليوم بالزربه كاينه باند واغون ايفيكت. هاد باند واغون ايفيكت هي واحد الانسان كي يامن بواحد المعلومه لان واحد العدد كبير ديال الناس ولاو كيامنوا بها، فهو ملي كيامنوا بهذاك الجروب اللي كيتسمى لي في دي جروب، الناس كيامنوا بها بزاف كينو حتى هو كيامن بها. فمثلا الناس كاملين كيامنوا ان سايتاما غتطلع،
كيمشي تا هو كيمشي يشري سايتاما، ملي كيدخل كيلقى الناس سايتاما، كلشي سايتاما، فهو آمن غير من ديك الهضره ديال سايتاما، فهمتي؟ هنا بلايند ابوت بايس، بلايند بلايند سبوت بايس، فولين تو ريكوجنايز يور اون كوجنيتيف بايسز از ا بايس اتسيلف، يعني انك انت ما كتديتيكتيش هاد المشاكل اللي هضرنا عليها دابا، اللي هي مشاكل نفسيه اي واحد كيتوقع فيها، الا ما كتديتيكتيش هاد المشاكل باش تحلها، اللي هي هاد الفقره هادي بلايند سبوت بايس، الا ما كتشوفهاش ولا ما كتشوفش هذوك المشاكل اللي هضرنا عليهم دابا واللي مازال غنهضروا على وحدين اخرين، الا ما كتديتيكتيهمش، فراه هادي في حد ذاتها راه كتسمى كوجنيتيف بايس، يعني واحد الحاله نفسيه ولا واحد الخلل النفسي، نقدروا نسميه واحد الخلل النفسي في التريدين، خاصك تحيد هاد الكوجنيتيف بايسز، يعني تحيد الخوف وتحيد هاد الكوجنيتيف، تحاول تعرف على اين النوع ديال الكوجنيتيف بايسز اللي عندك وتحاول تحيدو. شي نهار غتحيد داك الكوجنيتيف بايس، غتولي كتدخل وكتريدي وانت مرتاح، حيت عرفتي علاش؟ الا دخلتي انت كتريدي، يعني انت داخل في واحد التريد وانت مستريسي، كيأثر عليك في التريد الاخرى، هذا كيتسمى اللوس افكت، فاش كتلوزي في التريد الاولى كيأثر عليك في التريد الثاني، واخا تكون تريد زوينه ولكن انت دخلتي دخله خايبه، علاش؟ لان التريد الاولى اثرت فيك، ما خلاتكش تاناليزي مزيان وتشوف مزيان، اوكي، اولا نسيتي مثلا شي تيب ديال الباترن هضرنا عليه، اولا نسيتي شي بلان هضرنا عليه، اولا شي امور تقنيه هضرنا عليها في ديك اللحظه مع انت مستريسي وخاسر مثلا واحد 10% شحال درتي من تريد وانت خاسر، وغنهضروا على هذه القضيه اللي غادي تنقص لك في هذا الكوجنيتيف بايز اللي هي ستوب لوس، كيفاش غادي تولي تخسر غير 1.5%، ما تفوتش 1.5%، وما تفوتش تريد وحده في النهار، يعني مثلا الا درتي تريد اليوم خسرتي صافي كتمشي حتى الغد ليه، تتبدا لندن سيشن، نتوما باش مزيان يكون في المغرب كتبدا عندكم لندن سيشن، باقي عندكم يلاه بدا الصباح، حنا لندن سيشن خصنا نفيقوا مع 4 الصباح، 3:30 4 ديال الصباح، نتوما عندكم ديجا 8، يعني مخيره عندكم المغرب، التريدين في المغرب مخير، انا كنقول لكم يعني كتشدوا لندن سيشن وكتشدوا نيويورك سيشن، والنهار باقي عندكم جباد، يعني غتخرج غضرب لندن سيشن وضرب نيويورك سيشن، مثلا بان شي بلان غالبا مني كتكون شي طلعه كتكون في لندن سيشن وفي نيويورك سيشن بجوج، ولكن الا زقلتي لندن سيشن دخل ضرب شويه في لندن في نيويورك سيشن وتخرج في حالاتك صافي ساليتي، فهمتي؟ غادي نهضروا على هذه النقطه من بعد، نكملوا في البسيكولوجي في كوجنيتيف بايسز، كتجي شي اخبار ديال مثلا شي كوين غادي ليستا، ولكن انت والو مصمم باغي تريدي في داك الكوين، والو راسك قاصح، يعني كدير بحال النعامه، انت كتسمع اخبار سلبيه وكتسمع بان راه غيكون شي مشكل في ديك البلاتفورم او لا غيكون مشكل في داك الكوين، ولكن انت كدير بحال النعامه كتشد راسك وتخشي في الرمله، ما كتسمع حتى شي واحد، اوكي. So the value of their holdings significantly less often during bad markets. Okay. So هذا مشكل. يعني هذا في حد ذاته هو مشكل. كاين outcome biases judging a decision based on the outcome. يعني كتستنتج كتحكم على القرار انطلاقا من نتائج. هذه كتسمى outcome bias. يعني خلل نفسي كتسمى outcome bias. rather than how exactly the decision was made in the moment. يعني عوض تشوف انت كيفاش درتي ديك decision، يعني انا فاش مثلا شريت، عوض تصور راسك علاش انا شريت، كتقول علاش خسرت، وهذا هو ماشي السؤال الصحيح، علاش خسرت، علاش دخلت انا اصلا باش خسرت، هذا هو السؤال اللي خصك تطرح، علاش دخلت باش خسرت، ماشي علاش خسرت. انا فاش دخلت للسيطامه مثلا، ديما كنرجع للسيطامه حيت انا حذرتكم منها والدراري اللي معايا كتبوا لي في الكومونتير، ملي كنهضر على السيطامه كنت حذرتكم، قلت لكم اودي السيطامه راسك كامل، اودي السيطامه راسك كامل، ردوا بالكم، علاش؟ حيت بزاف دراري اللي معايا دخلوا عندي بريفي، خويا ياسين راه شرينا سيطامه شنو بان لك، قلت لهم لا ما تشريوش السيطامه، واحد الدري كاع هبطات شي 40% وباع، اعتق راسو خرج 60%، كانت واحد البول باك، كانت ديك الليكويديتي كراب
طلع داكشي قلت ليه بيع دابا، راه هي اخر فرصه لك باش تبيع، وهبط داكشي كامل وبقات غاده وكتكمل في الهبوط الى اخره. فمثلا سيطان اوتكم بايسز، انت خسرتي مثلا في سيطامة، كتقول انا علاش انا خسرت في سيطامة؟ ما هذا ماشي هو السؤال، خصك تسول راسك علاش دخلت. وحتى ملي كتربح، ملي كتربح وكتاخد الارباح ديالك، يعني ملي كتدخل في واحد كتشري واحد الكوين وكتبيعو، فاش كتبيعو ما تقولش ربحت في التريد، قول علاش ربحت، علاش اصلا خديت الارباح ديالي. فهمتي؟ انا غادي انا قلت لكم راه اللي شفتوا في السطوريات، غادي نوريكم كيفاش تدخلوا وكيفاش غتخرجوا قبل ما يبدل الاتجاه. تقدر تكون عندكم فرصه اخرى باش تدخلوا، ماشي مشكل، تقدر تعاود تدخلوا مره اخرى، ولكن ما نهولديش للنيكست داي، حيت اغلبيه ديال 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 الطلوع كيكون في لندن ونيويورك سيشن، ومني كندخلوا في ديك سيدني وندخلوا في طوكيو، طوكيو سيشن اللي هي الفتره ديال اسيا اللي كيتريديو اللي كيتداولوا فيها الاسيويين، كتكون غير كوريكشن، وكان الفوليوم كيكون ضعيف بزاف، لان اغلبيه ديال الشركات متمركزه في نيويورك وفي اوروبا الانجليز لندن. سو هذاك الشيء علاش الفوليوم كيكون طالع في هذاك السيشن ديال نيويورك وديال لندن، والناس بزاف كيتداولوا في السيشن ديال نيويورك وديال لندن. ارى لي دابا واحد الحاله اخرى عاوتاني اللي هي خطيره بزاف، باش ندوزو من ما نكثروش يعني نكثرش عليكم هذا الشيء، انا عارفكم مليتو بزاف، هذا الشيء راه شويه ممل، ولكن راه ضروري خصني نذكره لكم، لان هذا هو اللب ديال البسيكولوجي في التريدينغ. اوكي، غير باش تعرفوا. وهذا كما قلت لكم، هذا السكرين هذه انا حاولت نزومي لكم عليها باش تشوفوا هاد الحالات ديال اللي كيتسموا الكوجنيتيف بايسز. كنقلب على واحد الحاله اخرى ثاني كتداول بزاف في تريدي الاون اكسبيرينس هاو وي بي سي. هنايا سيلكتيف بيرسبشن، سيلكتيف بيرسبشن هي الاون اور اكسبكتيشنز تو انفلوينس هاو وي بيرسيف ذا وورلد. ان اكسبيرمنت انفولفين ا فوتبول جيم بيتوين ستودنت فروم تو يو نو، كيعطيوك حتى مثال، ستودنت فروم تو يونيفرسيتي شو ذات وان تيم سو ذا اوبوزين تيم كوميت مور انفراكشنز. So, كتخلي سميتو كتخلي دوك الاكسبكتيشن ديالك اللي هي زعما كيفاش انت كتشوف، ولا كيفاش كتشوف واحد الحاجه غتكون، كتاثر على النظره ديالك للماركت. مثلا كتشوف ان البيتكوين غادي يدير واحد الشراكه قريبا، او لا مثلا غادي يديروا كما كشفتوا مؤخرا البلاك روك كيقول لك غادي يديروا سبوت تريدين، غادي يبداو سبوت البي تي سي البيتكوين سبوت تريدين غيبداو، ولكن السي سي باقي ما اداره الاوراق الماليه اللي كيقولوا بالعربيه اداره الاوراق الماليه الامريكيه باقي ما ابروفيتش ليهم، وقالت لهم بان احنا غنابروفي لكم في شهر 3، وحنا كنعرفوا في شهر 4 ديال العام الجاي، يعني شهر قبل من بعد غادي يكون الهالفين ديال البيتكوين. سو انت سيليكتيفلي كتقول كتخلي كتسمح لراسك انه توقع تاثير، ياك تاثير ديال داك الحدث على الماركت كامل. يعني ملي كنقولوا مثلا انه البيتكوين غادي البيتكوين سبوت تريدين غادي الله غادي يخليو البلوك راك الناس تستعملو، راه كندوي على بلوك راك راه اول راك من اكبر الشركات ديال الاستثمار في العالم، كندويو على ملايير ديال الدولارات غادي تدخل للسوق، بالتالي السوق غادي ينتعش وغادي يطلع. فانت كتاكسبكتي ان هذاك ديال الانفلونس غادي يكون تاثير على الماركت كامل، وهو خطا. راه ملي كنقولوا البيتكوين غادي يطلع ما كنعنيوش ان كاع العملات غادي يطلعوا، كاينين اللي غيطلعوا كاينين اللي ما غاديش يطلعوا، كاين اللي غيبقاو كاين غيتدي ليستاو. اللي شفتو مؤخرا 80 عملة غديري استا من كوين بيز، 80 عملة باينانس على الله اش كتوجد حتى هي كتوجد شي كون غادي ديري استا. دونك ما عمرنا ما ناخذ واحد الفكره صغيره ونقول صافي راه نامنوا 100% انها غتكون عندها تاثير على الماركت كامل، فهمتي؟ هذه هي سميتو الفكره.
have found that we love certainty. Even if it's counterproductive, eliminated risk entirely means there is no chance of harm being caused. هذه كاينه بزاف expecting a group or person to have certain qualities without having real information about the person. It allows them to copy and invite them as friends or enemies by people in terms of use and abuse. كما لي هادو هما الحالات اللي كاينين قدروا تقدروا نشوفوا هادي salience tended to focus on the most easily recognizable features of a person or concept when you think about dying. كما لي هادو هما الحالات اللي كاين الاخوان بزاف out combines كاين اوفر كونفيدنس يعني شي حاجه اللي يعني الثقه الزائده اوفر كونفيدنس هذه اوفر كونفيدنس يعني كتثق بزاف في داك الاستراتيجيه ديالك لدرجه ان مثلا تقدر تخليك ان ما ديرش ستوب لوس نقدروا ندخلوا هذه اوفر كونفيدنس مي هادو هما الحالات الاخوان اللي بغيت نهضر عليهم بزاف واخا هما ملي ستين هادشي كامل ما تقدروا كما درت لكم وريتكم راه زوميت لكم تقدروا ديروا سكرين شوت او لا نحط لكم الفايل من بعد. اوكي غادي نهضروا دابا على ستيبس باش تماستري كيفاش تحل هذا المشكل ديال بسيكولوجيك في 3 دي. كيفاش تحلو المشكل هذا ما يبقاش عندك مشكل بسيكولوجي يعني تولي تخاف تولي تدخل بالزربه تولي هادي وهادي. اول حاجه خاص يكون عندك تريدين بلان هو اللي غادي نهضروا عليه. ثاني حاجه خاص يكون عندك استراحه تسترح دخلتي درتي اناليز كريستي اكثر من 20 30 دقيقه قدام من ليكرو سواء تليفون ولا بي سي عياو لك عينيك بديتي كتعيا خذ بريك سير سير توضى سير ضرب بشي تدويشه خرج برا سير خرج ما تبقاش مقابل لي بي سي ساعه اكثر من ساعه المكانه نص ساعه 40 دقيقه بزاف فهمتي تيك ريغولار بريكس هذه الحاجه الثانيه فهاد ستيبس اللي خاصك دير. الحاجه الثالثه واهم حاجه كتبان ليا هي ما تخليش خدمتك الا كنتي خدام الا كنتي خدام عندك خدمه كان عندك شي جاب ما تخليش ديك الخدمه ديالك وتفرغ غير التريدين اكبر خطا غديرو في حياتك. اوكي واخا دخل 10000 دولار في السيمانه في الشهر ما تخليش خدمتك. اوكي دونك كويت يور دي جوب. الحاجه الرابعه accept that you will lose. خاصك تامن بالخساره يعني الا خسرتي صافي ماشي نهايه الدنيا ماشي تقول صافي راه ما عرفتش غيوقع. خاصك تامن وانت داخل الدومين فيه الخساره وفيه الرباح فيه الخساره وفيه الرباح يعني ضروري غتخسر مره وغتربح جوج المرات اولا ثلاثه وغتخسر ثاني شي مره ضروري ضروري كيوقعوا واحد الاحداث اللي غير متوقعه في الماركت هادي خصك تاخذ. ولكن كن على يقين هاد الامور اللي غادي نشرح لكم غاتيليميني بواحد النسبه كبيره دوك الاحداث يعني مثلا الا وقع داك الحدث غيوقع لك مره في 30 تريد اولا مره في 40 تريد الا تبعتي هذا الشيء اللي غادي نقولوه في هاد الدور. اوكي غادي نهضروا على الحاجه الخامسه اللي خاصك وهي مهمه غتسمعوا الزواقه نيويورك ما عندنا ما نديرو. الحاجه الخامسه براكتيس 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 خاصك تبراكتيسي 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 يعني خاصك تبقى تبراكتيسي ديما ماشي تتغبر ستور ما عمرك دخلتي للتريدين وباغي تدخل عاوتاني ودير نفس الطريقه وتدخل وتشري لا خاصك ترجع تراجع. هادشي اللي قلت لكم دابا كتبوه في النوت هادشي اللي كنكتب اللي كنهضر تقدروا ترجعوا مازال في اليوتيوب وكتبوه في النوت. وكما غادي نقسم دابا هذا اللايف غادي يكون كونتيني ولكن في اليوتيوب غادي نقسمو تقريبا 4 ولا 5 د الفيديوهات واحد خاص بالبسيكولوجي فيديو خاص بالبسيكولوجي وفيديو خاص بالتريدين بلان وفيديو خاص بالاستراتيجي وفيديو خاص بالاناليز وفيديو غادي نديرو فيه واحد ليكزامبل ديال سولان. ولكن في اللايف غادي يكون هادشي كونتيني اللايف ديال انستغرام ميستر ياسين برو. اوكي غادي نهضروا على الحاجه الخساته والاخرى يوز تيك بروفيت وستوب لوس. علاش هادي كتحيد لك ديك المشكل صافي انت حطيتي البروفيت حطيتي اللوس كتخرج تمشي ضرب دويره ورجع ثاني طل ولكن ماشي تبقى مقابل بيسي ومخلوع ومورك على ديك باش تاني لي ستوب لوس
ولا باش فهمتي ما تاني عمرك تاني لي ستوب لوس، كنحركو ستوب لوس كنانيليوهاش. مثلا دخلت انا في دولار قلت راه غيطلع ل 3 دولار، كنحط 1% تحت من دولار ستوب لوس، طلع لي 2 دولار كنطلع ستوب لوس ديالي وكن كنحيدهاش. جوج الاخطاء ما كنديرهمش، ما كنحيدش ستوب لوس وما كندخلش بلا ستوب لوس. هذه الحاجه الاولى الخاصه بالستوب لوس. الحاجه الثانيه الخاصه بالبروفيت، ديما كندير تيك بروفيت وما عمري كنغير تيك بروفيت. نقدر ندير مثلا 50% في هذا الليفل و 50% في هذا الليفل اخر، نقدر ندير بحال هكا، ولكن ما عمرني ما ندخل بلا ما ندير تيك بروفيت وبلا ما ندير ستوب لوس. علاش؟ باختراش كتدخل كيضرب ديك البروفيت وكيهبط، كيهبط تقريبا ب 50% ديال الموف، يعني انت ضيعتي لك 50% ديال البروفيت. اوكي، غادي نهضروا على هادشي الامور في الامور التقنيه، ولكن بسيكولوجيكمون غادي تعاونك بزاف انه ما يكونش عندك مشكل انه تخاف او دير اخطاء. فهمتي اخطاء انه دير شي رياكسيون اللي غادي تخرج عليك بسبب نفسي، اللي هي هذاك السبب النفسي التاثير ديالو هو داك انك ما درتيش تيك بروفيت وما درتيش ستوب لوس. اصلا واحد ما دارش ستوب لوس ومشي ينعس، اشنو غيوقع؟ غادي في الصباح يلقى الكونس ديالو مشى تضرب. فهمتي؟ دونك ميستيكس تو افويد، الاخطاء اللي غتتفاداهم، اللي خصك تتفاداهم في التريدين بسيكولوجي، وهي ما يمكنش نكون خاطئ. هذا السؤال كتقول واه ما يمكنش اصاحبي، واه ديما كتصدق ليا، ما يمكنش تكون هذه القضيه ما خداماش. حيد منك هذه القضيه، هي كتسمى اوفر كونفيدنس بايس. اوكي، كاين واحد الحاجه سميتها اندومنت بايس. اندومنت بايس هي دير ريلي اون ا تريدينغ بوزيشن. واش انا مثلا، واش انت كتحكم في الربح؟ انت ما كتحكمش في الربح. نكونوا واقعيين، فاش كندخل انا لواحد تريد وكنشري راه ما كنتحكمش في الربح، كنتحكم في الخساره. الربح ديال الماركت ميكر، ديال داك اللي كيدخل ببليون دولار كيطلع السوق، اما انا كندخل كنتحكم في الخساره. اوكي، باش نكونوا واقعيين، حيت حنا كندخلوا ما ضامنينش الربح، الله اللي ضامن. حتى شي واحد ما يقول لك انا ضامن وعندي استراتيجيه ودرتها وكذا وكذا وكذا، ما عمرك كتضمن الربح، كتضمن تخرج باقل الخسائر، والربح كتحددو مسبقا. اوكي، نتفاهموا على هذه النقطه مهمه بزاف. regret aversion كيقول لك would you rather be right or avoid being wrong. واش مهم تكون يعني على حق او لا تيفيتي انك تكون على خطا؟ مهم، هذا راه داخله في البسيكولوجي. واش انت كيبان لك من الاحسن تكون على صح او لا تيفيتي انك تكون على خطا؟ وفي الحقيقه في التريدين خاصك تيفيتي انك تكون على خطا، هذا هو المنحل اللي خاصك تمشي فيه. loss aversion. why a loss has twice the psychological impact. loss اكبر مؤثر على التريدين هو loss، هو الخساره. راه كاينين الناس اللي خاصهم يمشيو فاكيشن نهار يخسروا في شي تريد. مثلا شي واحد دخل شي تريد ما دارش ستوب لوس، مشات ليه 20% من 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 الفلوس اللي دخل بها، وما قدرش ينسى دوك الفلوس، وبالليل كامل هو كينعس. خاصو يمشي فاكيشن، هذا خاصو باش ينسى، خاصو يسد داك البيسي وداك التليفون، ما يبقاش يدخل تريد وما يسمعش، ما يدخل حتى شي فيديو في اليوتيوب يتفرج في تريدين، ينسى ويرجع وعاد يتعلم ما يدخلش تريدي. كاين هاد النوع. انا دراري باقين دابا لحد الساعه خسروا فلوس، وباقين كيقولوا لي اخويا ياسين راه ما بغاش تنسى لي، عرفتي هذيك الكوين شريتو دار لي وفعل لي، يعني عندهم قصص. دراري عندهم قصص، دراري وبنات. اذا هاد الامور هادو اللي كتشوفوا الاخوان، هادو اللي داير بالزرق، راه هما اللي وريتكم في التصويره، غير هنا انا هنايا شارحهم بسؤال ولا بفريز. فهمتي؟ هذيك الانكورين بايس هي اللي كنا ذكرنا قبيله، هي انك ما كتبغيش تبدل الافكار ديالك. صافي نتايا راسك قاصح، داكشي اللي فكرتي فيه هو اللي كتبقى تفكر فيه. اوكي اوكي، هنا
كوزس اشنا هما الاسباب ديال هذا الشيء اللي شفنا دابا بلا ما نعاودو نشرحوهم، باش شرحتهم لكم قبيله. انكورين بايس، اوبتيميزم بايس، لوس افيرجن بايس، ريجريت افيرجن بايس، كاع هاد البايسز اشنا هو السبب ديالهم؟ هو المشاعر. المشاعر كتحرك فيك فاش كتدخل تريد، يا اما كتحس بالطمع يا اما كتحس بالخوف. هذا هو الماركت، طمع وخوف. يا اما كطمع حيت كيطلع، انك انسان امتى كيطمع؟ ملي كيشوف شمعه خضراء. وامتى كيخاف؟ ملي كيشوف شمعه حمراء. كاينه ولا ما كايناش؟ اكتبوا لي في لي كومونتير. فاش كتشوف شاني ندخلوا ملي غندخلوا للكوتي تكنيك الاخوان، غادي تعرفوا واش ديك الشمعه واش غتدخلوا فيها ولا ما تدخلوش فيها. راه كنعطيكم شي اسرار، شي حويج راه غتستافدوا مزيان في هاد الفيديوهات الاخوان، غتستافدوا مزيان، غتعاونكم بزاف. قلنا الحوايج اللي كتاثر عليك باش باش يجوك هاد الكوغنيتيف بايسز، هو قلنا المشاعر الايموشنز، وشرحت لكم علاش الخوف والطمع. الانديفيدوال موتيفيشنز، يعني انت علاش اصلا دخل في هذيك الترين؟ داخل حيت شتا عادل دار فيديو في اليوتيوب ومبين لنا الفيراري ولا لامبورغيني، وكان في تايلاند البارح والغدا غادي لماليزيا. هادي فهمتي علاش؟ علاش انت اصلا دخلت تريدين؟ واش دخلت تريدين؟ يعني بواحد العقلية ديال انك انت داخل باغي غير تشوف، باغي غير تيستي. كاين واحد النوع باغي داخل باغي يشوف هاد البلان، اسمع كنسمع تريدين، باغي نشوف انا التريدين واش خدام ولا لا. كاين واحد النوع 3 سنين 4 سنين هو كيتريدي، والو باقي ما بغاش يشد ليه الدومين، والو يا ما يجرب استراتيجيات وكيدخل يوتيوب يقلب ويبحث على استراتيجيه وجرب هذه وجرب هذه وجرب هذه، والو كيدخل كيخسر فلوسه. الدراري لحد الساعه 3 سنين 4 سنين باقي كيدخل كضرب ليه ستوب لوس. القضيه ما بغاش تفهم لي، غادي نشرحوها في هذا الفيديو، غادي نحلوه في الكوتي تكنيك، استراتيجي وتكنيك اناليز. دونك الكوز كاين، قلنا المشاعر وقلنا الموتيفيشن، علاش انت كدير هاد التريدي؟ كتاثر عليك لان لك تدخل بانك باغي دير الفلوس وباغي دير هادي، راه ما تخليكش تاناليزو، ما تخليها تولي تبان لك شمعه خضراء، تنسى الاناليز وتنسى داكشي اللي قريتي، غتولي غير تدخل باغي غير دير الفلوس، وهنا كدير هنا كيوقع الخطا. دونك هادو هما الكوزز، راه كنقول لكم الكوزز باش ديتيكتيوهم وباش تعرفوا عليهم وباش تحدوا منهم. فانا مثلا ملي غيجيني شعور بالخوف غنحبس، ناخذ واحد النفس عميق وغنقول حباس، علاش غنخاف؟ ياك انا مآمن بالاناليز اللي كندير، ياك انا مآمن بهذيك، صافي الا ضرب لي ستوب لوس راه غادي نخرج وغنمشي نعاود تريد واحد اخرى مره اخرى ملي تبان فرصه اخرى. ولكن غنشد هذيك النهار، غادي نشد هذيك التريد اللي ضرب لي ستوب لوس، غنحاول نفهم علاش. بعض المرات كتقدر تفهم علاش، بعض المرات ما كتقدرش تفهم، كيكون مثلا شي ايرور وقع في شي بلاتفورم او لا شي حاجه، المهم غادي تفهم علاش من بعد. غير هو ماشي صافي تقول صافي خسرت وما تحاولش تفهم، ولا تقول خسرت وتعاود تدخل. هاد جوج اخطاء، هاد جوج كوارث ماشي اخطاء. يعني انك تعاود تدخل باش تشري باش تعاود كتسمى الريفاج، او لا صافي تنساها وتقول صافي ماشي مشكل صافي خسرت. لا، خليها حتى الغد ورجع ورجع لديك النقطه اللي دخلتي فيها وفهم علاش، شنو الخطا اللي درتي مره اخرى، ما تعاودش ديرو. غالبا غتلقى انك انت في الاناليز ديالك نسيتي شي نقطه اللي هي مهمه، مشات لك زلقات لك، وهذيك النقطه هي اللي وقعتي فيها. اوكي، ليميت اون ذا مايندز ابيليتي تو بروسيس انفورميشن، هذه حاله خاصه. كاين الناس اللي عندهم مشكل باش يبروسيسيو المعلومه، مثلا كيشوف تشارت كي ديستراكتا، ولا مثلا كي تشوش بالاخبار، كيسمع شي خبر ناري، بايناس صافي راه تحاكمات وراه سيزي غيشدو في الحبس وراه غادي يتشد في الحبس وصافي وبايناس غطيح، فين داخل في ديك التريد؟ ما عادش داخل كيدير. المهم ما خصكش تدخل في التريد الا كنتي مشوش نفسيا، اولا عندك شي مشكل مثلا في باش تبروسيسي واحد المعلومه، اولا باش التركيز. وكاين ثاني السوشيال بريشر، واحد مضارب مع مرتو في الصباح ومصدع عليه راسو، وساعة ساعتين من بعد بانت ليه الماركت طلع دخل باغي تريد، انت باقي مخك باقي فيه المشاكل مع مرتك ولا مع ولدك ولا مع خوك ولا مع جارك ولا مع صاحبك ولا عندك شي مشكل
وانت داخل كتريدي ما خاصكش تدخل تريدي ملي كيكون عندك مشكل، كيكون عندك شي حاجه سوشيال بريشر، ولا عندك شي مشكل اجتماعي، ولا شي حاجه اللي عندك حاليا دابا. تريدين واحد الخدمه، يعني انت كتدخل تخدم راه بحال كدير عمليه جراحيه، خاصك تكون كونسونطري 100%. فهمتي؟ يعني تمشي شي بلاصه للخلا، سير للخلا وتريدي شي بلاصه في شي بيت سد عليك وتريدي، ما يصدعك حتى شي واحد. ماشي انت مريح ليا في قهوه عزيز وباغي واحد نص نص، الاخر كيقول لي تعجب تشوف صاحبي البارسا وانت كتريدي. ما يمكنش صاحبي تريدي في الظروف، هاك تضحك على راسك اصاحبي. انا كنشوف دراري ديك المره الدري كيقول لي البارسا صاحبي داير 2-0 ولا يلا يلا دخلت واحد التريد. واش انت حماق اصاحبي؟ واش كاين شي واحد كيتريدي في الظروف؟ هاك تضحك على راسك، راه غادي راه غتدخل شي دخله ماشي هي هذيك، غيضرب لك ستوب لوس. و كارثة أخرى أنهم كيديروا ستوب لوس كبير، ها اللي كيدير 4%، اللي كيدير 5%، اللي كيدير 6% عند راسو بعدها. ومني كتوصل ستوب لوس ملي كيهبط البرايس 2% 3% كيولي كيقفقف. فهمتي؟ يعني أخطاء هادشي كامل. أشنو السبب ديالو؟ شرحنا دابا السبب ديالو لكوطي نفسي. غادي نحبس الريكوردين، الفيديو الجاي غادي يكون على تريدين بلان. أوكي، تريدين بلان.